كلمة من أربعة أحرف قادرة على إنهاء حروب وقلب معادلات وتغيير مسارات دول، إنها الفيتو. هي كلمة لاتينية الأصل ومعناها أنا أعترض. تعدد استخدامها على مر العصور، واليوم باتت تستخدم في مجلس الأمن من قبل الدول الخمس الأعضاء الدائمين للاعتراض على قرار أو اقتراح من دون إبداء الأسباب. الاتحاد السوفيتي أول من استخدم حق الفيتو في مجلس الأمن، وهو أكثر من اشتهر باستخدامه أيضاً. تعرض حق الفيتو لانتقادات كثيرة خصوصاً في السنوات الأخيرة، منهم من طلب بتعديله وزيادة عدد الدول الذي يحق لها استخدامه، إلا أن الآخرين طالبوا بضرورة إلغاء هذا النظام لأنه يحد من قدرات الأمم المتحدة على إنهاء الأزمات الإنسانية. فهل تعتبر هذا النظام عادلاً؟